هسه ما كنت تمام كان هاي القصة الجديدة اللي هي شو اسمح لي بعد حتى هو ما بيعرف عليها. اليوم أول ضيف معنا اللي هي ريم ستريمر وراح نلعب مع جيم ونسألها أسئلة. كيف حالك ريم؟ الحمد لله خير، أهلا متابعين الحلبي. ما عندي كلام أقول لهم لكن أهلا، هذا هو الشيء. ولي الشرف صراحة إني أطلع معك والله، أنا اللي المقابلة وإني ألعب مع جيم. الله يسعدك شكرا لك. انت الحين قاعد تبثين صح؟ ايوه قناة تحت ستريم تويتش. ترى هذه اول مرة تطلع على الدنيا، اقسم بالله اول مرة بتطلع. اصلا كلمتها على انستغرام قلت لها بسوي مقابلة، يعني كانت متحمسة اكثر مني انا صح المقابلة اول مرة. لا هذا كلام غير صحيح، لا حد صدقه. اي صح صح صح، حتى هي مو مصدقة يعني. اول شيء اسمك ريم؟ ايوه. عمرك كم؟ المشكلة اني قبل البث قالوا وش بدون اسئلة خاصة صح؟ صح صح صح، انا بالنسبة لي ما هي خاصة. خاصة بالنسبة لي. ايوه. من وين بالضبط يعني؟ ما هو يعني مو ضروري تحطين الحي يعني. من السعودية. او ماي جاد واو. تمام ريم، كم صار لك في ستريم يعني؟ البداية الفعلية ولا اول بداية لي؟ اول ما بديت يعني تقريبا ينقل عنك ستريمر. تقريبا 4 شهور 3 شهور. حلو، هذه اول ما بديت يعني بداية اول بداية نجاحات يعني في... ايوه بالضبط. نايس، ان شاء الله ريم صادر ان شاء الله. ليش تحدي مثلا الجيمنج يعني؟ مثلا انت مثلا كبنت يعني اكثر البنات يعني معروفات بلوجرز والاشياء كذي صح؟ لكن هذه اهتماماتي يعني صراحة. اوكي صح ان البنات معروفات بهذه الامور، لكن بالعكس انا احب الجيمنج، ومن قبل اصلا لعبة فورتنايت ومن زمان. يا ساتر يا ساتر، 50 دولار. كمل المقابل المسرة. هذه كنت تكتبها يعني بس لا جاها دعم فصل يوصل السيل كذا. يب ايوه. ليش مثلا اختاريت تويتش يعني؟ مثلا وقت انه كان مثلا برامج ثانيه كانت تعطي على ستريم زي مثلا تويتش ما يعطي على ستريم صح ولا لا؟ اللي بعد مثلا ما توصيه رقم زي اليوتيوب صح ولا لا؟ انا على هذا ما اعتقد يعني، انا ما وقتت بتويتش كثير يعني. صراحه ما ادري، انا بالبدايه اصلا بديت يوتيوب وكان عندي عدد كويس، بعدين قلت بحول تويتش دام برنامج خاص اصلا للبثوث. اوكي اليوتيوب خاص للبثوث، لكن يعني مو خاص، عفوا في ميزه ان البثوث لكن مو خاص. اي فصراحه فضلت تويتش، لكن هذا ما يدل اني ما راح افتح لي قناه يوتيوب. لا ان شاء الله اكيد اني حفتح لي او راح ارجع القناه القديمه ان شاء الله. يا شباب بحط القناه. الله يسعدك شكرا. الحين هي عندها بس تويتش يعني ما اعتقد ولا لا؟ كل في انستغرام تحت صح، وديسكورد ولا والباينر والبايبر كل شيء. ريم وين مثلا حابه توصلين يعني؟ يعني بعد تويتش مثلا في ستريم يعني دامك يعني ستريمر ما يوتيوبر مثلا يعني العدد اللي انا ودي اوصله يعني الانجازات مثلا تبين مثلا احلامك فيه؟ صراحه حاليا مره ودي بالبارتنر. صح انه اوكي يعني مره بدري على البارتنر، لكن صدق ودي فيه حاليا. الهدف الرئيسي البارتنر. وعدد؟ عدد 4000 او 5000 تقريبا. 5 لانه الاربع قريب ان شاء الله. ان شاء الله 5 ان شاء الله. وش طموحاتك برمضان مثلا؟ بس رمضان شهر رمضان ان شاء الله رمضان هذا. لا رمضان الجاي. احنا الحين وين؟ اصلا اقول اسلوبك. صراحة برمضان هذا يعني وش من ناحية دينية ولا بتويتش ولا من وش بالضبط؟ ايوه صدق والله. من اي ناحية؟ لا من ناحية يعني الستريم يعني ان شاء الله ما ادخل العيد الا وانا داخلة 4000، هذا واحدة من الاهداف. ثاني شيء ان شاء الله انا نختم القرآن انا ومتابعينا سوا، يعني كل يوم بنزلهم ان شاء الله بالستوريات 5 صفحات 4 صفحات ان شاء الله. وبس حس هذه الاهداف الرئيسية، واني ابث كل يوم لمدة 30 يوم باذن الله او 29 يوم. هذا صراحة هذا افضل يعني، هذا شيء مرة خرافي. صحيح. من اول الداعمين لك؟ اهلي 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 ثم اهلي ثم اهلي، ذولي صراحة اقوى داعم لي للان. الله مو بس بالبداية اجمعي. ايوه شباب ترى هذه منقلقة اقسم بالله، لا هي منقلقة ولا هي شعر. توي ها البنك ضبط والله، اول كنت منقلقة. النوعيات هذه انا خابتها والله. والله مرة يعني تعاملت مع ناس مرة كثير. شلون فكرتي تحين بعد او يعني تصيري ستريمر يعني؟ سؤال حلو صراحة. دايما وانا العب احب اني اعلق سواء لنفسي او لاي احد، يعني
هذه نفسي. ثاني حاجة زمان أنا وصديقاتي هي تقريبا كأنها قصة، زمان أنا وصديقاتي كنا ندخل سكواد عشوائي وصراحة نسوي حالنا نبث كذا يعني عند الناس كذا، ففكرت إني ليش طيب ما أبث جد. فبس والله بعد أحس تحولت الفكرة من مقالب إني أبث إلى جد إني أنا أبث جد، والحمد لله فضل ربي طبعا والحمد لله مشيت. أيوه. أي 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 وش السلبيات والإيجابيات في الستريم عامة يعني بالنسبة لك يعني؟ أوه سؤال دس مزان، خليت آخر شيء لأني بسالف. بقول شيء قمرته في عندي عادي؟ اتفضل. أبشع شيء لما نسوي مقابلة مع ستريم، والله العظيم ايش قصدك؟ ما تعرف يسولف معك ولا يسمع البات حقه بسم بالله. طيب مو سلبياتي أنا، سلبيات الستريمينج وهذا. أول حاجة صراحة من إيجابيات الستريمينج والله العظيم شيء حلو إنك تتعرف على ناس جدد، إنك تكتشف شخصيات ناس، شيء مرة حلو إنك توسع علاقاتك، توسع معرفتك. ياب والله كمان شيء حلو إنك تكسب محبة ناس. والله العظيم أنا مصدومة صراحة من في ناس تحبني حب يعني وعف يعني مرة يبغوني أبث وزي كذا، إما بثيت بثي مدري إيه، وحرفين مرة شيء حلو إني أنا طاقة إيجابية لهم، الحمد لله لك يا رب. وشيء حلو بعد إنك تصير مؤثر مستقبلا إن شاء الله، إني أكون مؤثرة ومؤثرة من الناحية الإيجابية إن شاء الله إني هذا. طيب سلبيات تويتش صراحة ممكن يجنك ناس قليلين أدب وأنت مضطر إنك تنزل من نفسك عشان ترد عليهم. أنا من الشخصيات اللي ما أحب أسكت يعني صراحة، أوكي مفروض بعض الأحيان أوكي أعطهم تايم أوت وبالطقاق، لكن أحياناً أنا ما أحب أسكت ترى، أنا أرد حسبني أسكت فهذا شيء غلط، شيء غلط. أنا أخاف بكرة إن شاء الله مستقبلاً لو انشهرت كذا ما ينفع أني أرد على كل شخص سلبي. يابو يقلب عليك يعني زي ما صار في ناس كبار. أيوة وكمان بعد أنك لازم تصير كذا شخص تحاول قدوة، قدوة حسنة يعني مهما أنت كنت إنسان مجيد تحاول في البث أنك تكون، هذه أعتبرها سلبية لأن الإنسان ما يكون مرتاح، مرتاح يعني صراحة. صح صح لأنه لكن عاد شو يسوي لأن حيكون قدوة. طيب كملي. اي فحيكون عندك مستقبل، انا قاعد اتكلم عن مستقبل مو حاليا، حيجيه اطفال وكذا، فلازم انك تكون قدوه حسنه ويحاول ما يسب حتى باقل الالفاظ يحاول انه ما يقولها. فهذه بشكل عام انا اعطيتك، ولا لو بتكلم ما راح اخلص من الايجابيات او من السلبيات. تويتش عالم جميل، تعرفت على ناس كثير كويسه، وكمان عالم كثير في ناس مو كويسه، تهاوشت مع ستريمرز لليل، هذا وانا عندي 3000 بس، مو بس ستريمرز، مع ناس واشخاص، فصراحة شيء كويس. شكرا على البتسات، الله يسعدك ويرزقك بالعافية. كيف اجابتي؟ والله يعني اذا انت صحيح ستريم مدرسه. ما والله والله شوف صراحه معك يعني جربت ستريم، جربتها ترى كنت ابث قبلك يعني. انا كنت ستريمر قبلك، لكن والله اني برضو تهاوشت مع ناس لدرجه انه تقفل حسابي وانا ما ادري. والله اقسم بالله بعدين ما وصلت هالليفل، لا باقي توني مبتدئه. يبا الحين داري متى انت بديت ستريمينج او يوتيوب او اي شيء كذا؟ شوف شوف بالنسبه للقنوات الحين انا ماسكها صار تقريبا حول الثلاث شهور او الاربع شهور اللي ماسكها انا كيوتيوبر تمام، لكن الستريم بث انا من ست شهور، لكن اليوتيوب اخذت عليهم قبل سنه وطارت في قناه كان فيها 100,000 لكن ما كانت حقت جيمينج والشيء اللي معترف عليه الحين، كانت حق يعني نظام التصاميم فهمتي؟ حق انستغرام ايديتنج كذا. يب بس حق انستغرام ومقابل وشفت. اي وين راحت القناه اللي فيها 100,000؟ سرقها واحد بدي ايش اقول اسمه بس انه يعني ما راح اقول انه اسمه سعد. نايس. طيب ليه فكرت انك تبدا؟ ليه ما كنت عادي مجرد لاعب او برو بلاير؟ ليه انت قررت انك تبي تسوي ستريم، تبي تبث وتبي زي كذا؟ والله شوف بالنسبه لي شفتي اجوابك قبل شوي؟ ايوه تعرف على الناس هذه انا اول شيء كنت ابحث عنها، وانا شخص يعني احب اكون مثلا اكون معروف يعني الناس تعرفني اكثر. اي تحب انك تكون شخص مهم صح؟ مهم شيء المهم اني احب الناس تعرفني يعني، انا الحين بالمدرسه يعني اغلب الطلاب واكثرهم انا اعرف. مي تو والله مي تو، يعني احس شخصيتي جدا جدا اجتماعيه ومره انفع بهالشيء. يب حتى انا يعني انا احيانا مرات يجينا اخوياي او اصحابي يعني انا احل لهم مشاكلهم رغم اني ما يدخل يعني. يمه والله نفسي صرتي جدا اجتماعية وجدا جريئة. يب وش الشيء اللي خلاك تختارني كأول مقابلة في قناتي؟ ترى بداية خير حتكون لك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله اقسم بالله يعني تصير مرة كويسة يعني. الله يسعدك، شكرا شكرا دام الطيب وصلي في ما حد قالها قبل صح؟
جرحتني صراحة. لا والله العظيم يعني إنسانة مرة حبيت إني يعني تكوني أنت أول شخص. مدامك بديت فيني حتكون بداية نجاح. إن شاء الله، أنا خايف لا تقلب. نفسي لام عليك، تكون بداية إن شاء الله حلوة وبداية نجاح بإذن الواحد الأحد. إن شاء الله. أكس العيون نسوي. إن شاء الله. هذا العكس ما يعتبر، كنت قاعد أكلم يعني الكاميرا. لا لا يعتبر، لا 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 لا، هذه أول لقطة خليها، أول لقطة أول لقطة خليها. والله ما أحط أقسم بالله أشيلها. تشيلها موجودة ببثي بسوي كليب أوري. ليش فيك يا ناس أصلاً خلي بثك؟ بعطيك بعد، لا والله ما أقدر، نسيت إنه هذا ما هو يوتيوب. شكرا صراحة على المقا. اوكي ما تحتسب. ما لا لا ما تحتسب. يتكلم. لا 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 لا. مين الإيديتر انا؟ اوكي تحطها اول لقطة في قناتك، انا احط اول لقطة ببثي. طيب. ما تنحط جميل. كليب كليب بنزلها بكل مكان، حتى تيك توك بنزلها، اقول شوف فضيحة الحلوي. عادي اصلا ما يزعل. ايوه يلا يلا اودعهم. شكرا صراحة على المقابلة الخفيفة اللطيفة، كانت اسئلة جميلة مرة مرة مرة، ويشرفني اني اكون في قناتك وان تنبدي هالسلسلة فيني. وشكرا بس والله. وعفوا وبس، شكرا لك يا ريم، وشكرا لانك قبلت يعني ضغطي على المقابله وكنتي اول شخصيه يعني مره. لي الشرف والله، لي الشرف والله. انا بس الله يسلمك، انتظر المقطع والوحده تشوفه انا قبل الايديتنج. كل شيء شرفتني ونورتني. الله وانا اكثر. يلا باي باي، شكرا لك. اوكي شباب لا تنسوا قناه المقطع، لا تنسوا لايك واشتراك، وشكرا لك يا ريم ما قصرتي. خذ الدعم حق ريم ار ار 1 وحساباتي تحت في الديسكربشن. وبس باي باي، شكرا. Thank you.